نسمع رأيك أبو أميرة في جانب فني، وودي جزئية بس بسيطة. يعني لما أقول في الدائرة، كانتي ليس اسم سهل أيا كان عطاؤه اليوم في الملعب. كانتي ليس اسم سهل، على الأقل في أمم أوروبا الأخيرة كان أحد نجوم هذه البطولة. اليوم من يشاهد الهلال أو لو من سيختار في الهلال نجم، بالتأكيد ما بين ثلاثة أسماء لن يكون خياره خالي من نيفيز الذي يلعب في نفس المكان من أمام كانتي. كيف استطاع نيفيز أن يسيطر على الدائرة بوجود هذا اللاعب؟ سؤال رأيك العادة ما شاء الله عليك. أول شيء عشان لا أنسى، بس عشان حجاوب ماجد بعدين في الأخير على بلال عمري، بالتأكيد ما ححرق، لكن أبدأ بالمقولة اللي كان يذكرها المعلق الكبير ناصر الأحمد: إذا لعب الهلال فخبروني، فإن الفم من باعوا الهلال. هي طبعا المقولة للشاعر الكبير الراحل الأستاذ إبراهيم خفاجي طبعا، وكان يذكرها دائما في تعليقه الأستاذ ناصر الأحمد بالتأكيد. إجابة على مش كنت أتكلم طبعا كلام فيها، لكن أبدأ بإجابتي على السؤال هذا. طبعا فرق لما تلعب المنظومة تاعت اللاعب نفذ اليوم. طبعا المنظومة، شوف في الهلال أجيب لك إيه باختصار، في الهلال كل لاعب يؤدي دوره، كل لاعب يؤدي دوره. كيف يعني كل لاعب يؤدي دوره؟ فريق يعتبر خالي من نقاط الضعف، وبالتالي كل لاعب، الظهير الأيمن يأتي يؤدي أدوار الظهير الأيمن، المحور يؤدي أدوار المحور، الثمانية يؤدي أدوار الثمانية، وهكذا. في الفرق اللي فيها نقاط ضعف أروح لكانتي، عنده أظهرة كأنه ما في أظهرة، فابينهو ليس فابينهو يعني ليفربول، ولا 20% من فابينهو ليفربول، وبالتالي تجد كانتي مسكين يعاني، يؤدي دوره ويؤدي دور فابينهو ويؤدي دور الأظهرة ويؤدي أدوار عدة. لهذا بالتأكيد حيتعب بدنيا، بالتأكيد حيخطئ، بالتأكيد علاوة على المنظومة وعلى التكتيك اللي حدخل فيه الآن أكلمك فيه. جميل، هنا يختلف العمل. يعني جيب كانتي في الهلال تمام، يلعب حيأدي دوره فقط لا غير، هتشوفه كل المباريات نجم بارع. نيفز عشان لا أروح على نيفز اليوم، متع نجم المباراة بكل المقاييس، متعنا أيما متعة. وتعرف أنا من الناس اللي كنت أحب اللعب التمريرات الطويلة خلف الأظهرة، خلف اليوم لعب مباراة كبيرة كبيرة جدا. حنخش في التكتيك. المباراة طبعا كانت عنوان بالنسبة لي بين نمر جائع وأسد لا يشبع. الأسد الهلالي أكد بالمليون في المية أنه لا يشبع ولن يشبع، ليس بسبب فقط التجهيز الفني، ولكن التجهيز النفسي للفريق. هذا تجهيز مختلف عن كل الفرق الدوري السعودي. لاحظ الهلال خاصة في المباراة الكبيرة يتجلى، هذا دليل على أنه في عمل نفسي على أعلى مستوى للفريق هذا. تشوف اللاعبين كل لاعب أفضل من الثاني، التكتيك الجماعي، العمل الفردي للفريق.